وهلا حننتقل لمساحتنا الطبيه، الفينير واللومينير هن المصطلحات كثير سمعنا فيهم بالاونه الاخيره وراحوا ليصيروا موضه اكثر من الاجراءات الطبيه، حنحكي عن هدول القصتين اليوم بمساحتنا الطبيه وايمت نحن مفروض صحيا نلجا لإلهم. ضيفتنا لليوم الدكتوره هزار نشاوي اختصاص طب تجميل. يسعد لي صباحك. يا هلا، يسعد صباحك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. خلينا نحكي بالبدايه، شو هو العمر المناسب لنبلش نسوي هي الاجراءات؟ بالنسبة للإجراءات التجميلية، إذا كان الفينير استطبابه تجميل الأسنان مو معالجة، فنحن بالدرجة الأولى منفضل أنه المريض يساوي إجراءات عديدة. أنه بالبداية ممكن مثلا نحن نساوي له تقويم أسنان إذا كانت أسنانه في ازدحام كتير بالأسنان، بروزات أو تراجع أو تضيق بعظم الفكين، فنحن بنعطي فرصة للمريض بالبداية بالأعمار الصغيرة أنه نساوي له إجراءات تقويمية، معالجة تقويمية ممكن تنحل مشكلته التجميليه والعلاجيه عن طريق التقويم. ممكن نساوي نحن ايضا اجراءات ثانيه، ممكن نعمل تبييض للاسنان كخيار تجميلي، ممكن ايضا نساوي مثل ما حكينا تقويم بسيط، ممكن نعمل تلبيسات كمان، يعني تركيبات للاسنان. عم يصير خلط بين المصطلحات، ان كان فينير، ان كان لومينير، ان كان زيركون، واليوم كثير بحاجه نحن نعمم هي الثقافه، كل شيء له اتجاه وله حاجيات المريض لها، خلينا هيك نفرق بيناتهم. صحيح. هلا مثل ما حكينا بالدرجه الاولى لازم نشوف المريض نشخصه بشكل صحيح، هل فعلا هو بده خيار تجميلي بده ام نحن بنعمل له معالجه؟ بس هو الهدف تجميلي بالنهايه. الهدف تجميلي بس نحن لازم نحافظ على الوظيفه، وظيفه انه نخلي المريض ياكل بشكل طبيعي، يشرب مي من دون ما يلمع اسنانه، كثير من المرضى بيعانوا من هالشيء، بحيث انه بيروحوا فورا بالاتجاه التجميلي، بيعانوا بعد تركيبات الفينير واللومينير مثلا من لمعه بالاسنان. بيعانوا من التهابات لثوية عديدة، ممكن اللثة تتضخم تنحسر. هي في بعد الفينير؟ بعد الفينير واللومينير كتير بصير عنا نحن هي الاختلاطات، التهابات اللثة، آلام الأسنان، فهي نحن بدرجة لازم نعالج هي المشكلات بعدين نعمل التجميل، أحسن ما نعالجها بعد ما نعمل التجميل. طب كونه حكيتي عن المضاعفات اللي ممكن تصير، خلينا نحكي في خط رجعة، يعني بعد ما طبق هي الإجراءات التجميلية فيني أرجع يعني مثل ما كنت؟ بالنسبة للفينير نحن مثل ما بنعرف انه بنبرد جزء كبير من الاسنان من طبقة المينا والعاج، فنحن لما بدنا نبرد جزء من الاسنان ونحط فوقه عدسات او قشور البورسلين، بالنهاية نحن ما في خط رجعة، يعني نحن ممكن نفك قشور البورسلين نزيلها، بس ما فينا نحن يضل المريض يرجع لاسنانه الطبيعية اللي مو مبرودة. صراحة ايه، لما نشوف مثلا بعض الاشخاص اللي بدهم يعملوا فينير او لومينير وكيف بردوا الاسنان وشو بقي منها، بيجعك قلبك انه انت عن جد خسرتي جزء كبير من الاسنان، وبتحسي رشعي الخطوة ما بقى فيك ترجعي ابدا، يعني خلص صح. خاصة بدك تختاري الطبيب الصح. اليوم عم نشوف اغلاط، يعني ان كان من المريض او كان ما سمعنا نصيحة الدكتور ونصحه نصيحة ما استجاب لها، أو كان اليوم الدكتور ما كتير عنده ثقافة تجميلية بموضوع الفينير. صحيح. فعم يطلع المنظر ابدا ما حلو. صح. هلا نحن اليوم صار عنا التجميل هو نوع من الاختصاص بطب الاسنان، ما فينا يعني اي طبيب عام يقوم بركب فينير او لومينير او يساوي معالجات تجميليه، مثل ما حضرتك حكيتي لازم نختار الطبيب الصح لحتى نساوي هي المعالجات. طيب خلينا نحكي كيف ممكن نحن نحافظ على هي الاجراءات التجميليه يلي عملناها وشو المحاذير بهذا الموضوع؟ تمام. هلا نحن بعد ما طبعا ركبنا فينيرز اذن من الاسقج السنيه وحصلنا على مثل ما بنسميها هوليوود سمايل، لازم نحافظ على هي الابتسامه الجميله الجديده، هي بتكون مثل الاسنان الطبيعيه. هلا انا الاسنان الطبيعيه اذا اهملتها، ما فرشيت كل فتره، ما فرشيت 3 مرات باليوم، اهملت اللثه، سلامه اللثه، حيصير عندي التهابات. كمان الفينير نفس الشيء، اذا كثير مرضى بيفكروا انه انا خلص ركبت هوليوود سمايل ما عاد فرشي اسناني كثير، ما بقى الاسنان تتصبغ مثلا، ما بقى يصير عندي اي شيء، لا نحن كمان نفس الشيء، الابتسامه هوليوود لازم نحافظ عليها، لازم نفرشي تقريبا 3 مرات باليوم، ممكن نستخدم الخيوط بين الاسنان لنزيل الاطعمه العالقه، ممكن ايضا نعمل مضامه فمويه. هي الإجراءات كتير بتحافظ على الابتسامة الجديدة وبتحافظ على الفينير من الاختلاطات بعدين. طيب دكتورة، هيك بعد الفينير، بعد ما ساوي عم نصير في أوجاع، حكيتي باللثة وحكيتي بسحب العصب، تنصحي نحن منروح لسحب العصب كرمال ما نوقع بهذا الوجع بعد الفينير؟
تمام. كثير من المرضى بيعانوا من هالمشكله الصراحه. سحب العصب، نحن الطبيب اللي بيحدد نحن حنسحب عصب او لا. اذا ساوينا زلنا كميه من النسج السنيه وازلنا طبقه المينا مع طبقه العاج ونسج كبيره، لا انا بفضل انه نسحب عصب لحتى بعد ما نحط التركيبات الزيركون ونلصقها ما يصير في عندنا حساسيه على المي البارد او على الماكولات البارده او على الاشياء الثانيه. لذلك نحن لما بنقيم طبقات كبيره من الاسنان مينا او عاج او غيره وشي ثاني لازم نحن نسحب عصب السن لحتى المريض ما يصير بعدين معه اي اختلاطات ثانيه. تمام. خلينا كمان نحكي اليوم عن الاخطاء الشائعه اللي عم نشوف فيها صارت هالاجراءات التجميليه كثير شائعه، فخلينا نحكي عن ابرز الاخطاء اللي عم بتشوف فيها. تمام. ابرز الاخطاء بالدرجه الاولى هي التهابات اللثويه. نحن بنشوف انه برده من الاسنان وحطينا الفينير لكن حطيناه على اللثه، يعني نحن بمعنى ثاني حشرنا اللثه تحت الفينير او ضغطنا عليها. نحن ممكن نشوف نزف لثوي دائمه بعد ما نركب الفينير، يعني ممكن تنزف اللثه دائما، ممكن يتغير لونها مع الوقت يصير لونها محتقنه لون ازرق، ممكن يصير عندنا كمان كثير من المرضى بيعانوا من رائحه الفم بعد الفينير اذا ما تم الصاقه بشكل صحيح وازلنا الماده اللاصقه، بقايا الماده اللاصقه ممكن يطلع عند المريض رائحه فم، هي كثير بشكي منها بعد تركيب الفينير. في اصلاحات لهدول القصص بعد الفينير؟ هلا ممكن بعض المشاكل اذا كانت بسيطه او متوسطه كالتهاب لسه ممكن نعالجه بعد الفينير، بس اذا كان عندي مثلا حساسيه سنيه ما بتروح بعد ما ركبنا الفينير والتلبيسات التركيبات، لا انا مضطره زيلهم فكهم واعمل معالجات لبيه، اسحب العصب وزيل الالم عند المريض وارجع احط تلبيسات من اول وجديد. طيب احيانا في عندك مرضى، كنا عم نحكي بهي النقطه انه انا شفت نيرمين عامله هذا الموديل انا بدي نفسها، شفت رفيقتي شفت ممثل ان كان هي اليوم الدكتور قد ايه لازم يكون له موقف بهذا الموضوع انه بيلبق لك او ما بيلبق لك، بيمشي الحال مع طبيعه تركيبه الاسنان عندك او لا؟ صحيح. هلا نحن لما نختار شكل الاسنان نختارها مع المريض لكن بحد معين، يعني المريض ممكن يشارك معنا باللون بدرجة اللون وبالشكل لكن بحد معين. هلأ أنا إذا كان عندي الفك ضيق ما بقدر أنا أحط الأسنان تكون عريضة وكبيرة، لا أنا لازم ألحق الشكل التشريحي وقياسات فك المريض. لذلك المريض فينه يشارك بشكل بسيط، مثلا ممكن بالأسنان الأمامية في كتير مرضى بيطلبوا أنه تكون الأسنان الأمامية مثل الرابت سمايل أنه طويلة شوي عند الإناث، فهي ممكن نحن نحققها. ممكن يطلبوا الزوايا القاطعة مثلا تكون عند الأنياب شوي حادة، هي الدرجة اللي بيقدروا يشاركوا فيها. بس بالنسبة لشكل الأسنان البروزات التراجع كل هذا الطبيب اللي بيحدد كيف حتكون عنا، إذا نحن حنستخدم فقط عدسة فينير أو تلبيسة مثلا. تمام. كاملة. طبعا. ايضا احيانا بيلجأ الطبيب لبعد الفينير، بنشوف حالات كثير في خراجات، ممكن يصير خراجات تحت الفينير. تمام. مثل ما حكينا موضوع الكسر كثير مؤذي، يعني كثير مؤذي انه احيانا ما بيقدر يفك التركيبه ولا اللزق احيانا بيكون لاصق كثير قوي. صح. فبيروح لموضوع الكسر وبالتالي التكلفه الماديه قديش هو غالي يعني بالنهايه. موضوع الكسر ناتج عن انه خلال العمل وخلال تحضير الاسنان الاطباق ما كان صحيح، يعني الطبيب لما اخذ القياسات واطباق المريض اخذه بشكل خطا ولذلك اجت نحن بنسمي انه الاسنان عاليه. العلاوه بالتركيبات هي اللي بتسبب الكسر مع الوقت، بيكون اطباق عالي وبالتالي المريض بيعض عليهم وبيكسر. نحن مثل ما حكينا اذا اخترنا الطبيب الصحيح واخترنا الحاله الصح والقياسات اخذناها بشكل دقيق ما حيصير عندي كسر. بالنسبه للخراجات كمان تنتج انه نتيجه برد الاسنان بشكل كبير بشكل جائر وجيت انا حطيت الفينير او حطيت التلبيسات على الاسنان الضعيفه، هون العصب عندي بيلتهب وبالتالي انا مع الوقت بيتموت وبصير عندي خراج التهاب بالعصب. لذلك مثل ما حكينا التشخيص الصحيح ونعرف كيف بدنا نستخدم المواد الصح. وهون شو ممكن يعمل الدكتور؟ يكسر الفينير من اول وجديد؟ بنكسر الفينير نرجع نعيد من اول وجديد الاسنان. طيب يعني المده الزمنيه اليوم للفينير او اللومينير قديش هي؟ يعني هي مدى الحياه ممكن ضل ولا لا؟ انا سمعت معلومه كل 10 سنين. تمام. هلا كل 10 ل 15 سنه
ممكن يستمر معي الفينير، وبالتالي هو يعني رح يغير المريض الفينير بعد 15 سنة، لأنه بيكون مثلا شكل الأسنان قديم، تصبغت الأسنان شوي. فعشر ل 15 سنة هو العمر الحيوي للفينيرز. طيب خزار، خلينا نروح لهيك نصائح عامة اليوم، أي حدا عم يشوفنا يستفيد من التجربة، حدا حابب يساوي، حدا مساوى، وذكرتي حضرتك اليوم كتير قصص ممكن تصير بعد الفينير، شو نصائحك اليوم لكل الأشخاص اللي ناويين يخطوا هاي الخطوة؟ بالنسبة للفينير، إذا كانت الأسنان فعلا يعني ما بتحتاج الفينير، أنا برأيي أنه لا، المريض أو الشخص بالدرجة الأولى يعطي فرصة لأسنانه أنه مثلا يعمل تبييض للأسنان إذا كان فقط المشكلة بسيطة. إذا المشكلة في ازدحامات وفي مشكلة بالأسنان، كمان ممكن يعطي فرصة للمعالجة التقويمية. ما يقولوا هلأ بأعمار صغيرة لا أنا ما بدي أحط تقويم، تمام. إذا صار وساوى فينيرز أنه يحافظ عليه بشكل صحيح، يحافظ عليه مثل ما حكيتي من الكسر، يحافظ على اللثة بشكل سليم، يعني كذا خطوة لازم نحن نتبعهم حتى بعد تركيب الفينيرز لنحافظ على الابتسامة الجديدة. أكيد الوقاية دائما نقول أحسن من نروح بخطوات. شكرا دكتورة لحضورك اليوم، صباحك جمال على طول. يسعد صباح. شكرا كثير إليك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباح.